السلام عليكم حبايب قلبي، واليوم رجعنا لكم فيديو جديد. شوفوا بالنسبة لتعليق البايات، الولد شوفوا سايق كيه، لا نجار ولا خلفه، الله شاهد، شوف سايق كيه. هذا الدراجي بس، فراح يدق الباي. وقف استاذي، وقف دنيا شوي هيك منها، خلي الطير عشان هاي. شوفوا شنو فايدة المترو 30، شوفوا راح تندق منها طيرة ومنها طيرة، راح تندق 10. نزلها شوية هذه، بس خلنا اشرح لهم. شوفوا هاي تجي ترس هنا، مسح هنا، اجت مسح. ها بالنسبة لي يقول لا باية فوق باية مو حلوة، باية مو حلوة، تريد تقدمها ترجعها، شو تسوي؟ دق لك سيارة هنا، شوف هذا دق سيارة هنا، سيارة جوا هنا، ترجع الباية وحدها تلقائيا. يعني سهلة، مو فد معضلة. خلاص اشوف هالولد، عاشت ايدك استاذي، دقها من ديش صح. واحدة تجي قبان، واذا ما اجت قبان عادي تخلي القبان ترفع تنصب. شوفوا هذا دليل انه لا مشتغل نجاره ولا داق قبل، يدق 20 دقه يلا تندق الباي. هاي عاشت ايدك استاذي حبيبي، هذا الدراجي. هاي شوف حبايب قلبي، هيك الدرج يندق. هاي قدامكم، هاي ربع ساعه ما نطول بيه. هذا الولد قدامكم، شوف قعدها اي وخر الهاي، طقها اللوحة هذي، طقها هذي. الفايبر هذا الفايبر، اي هذا عوف. هذا الولد قدام عينكم، شوفوه رجال عم سايق كي، جاب لنا جكات. هاي دق الباية، مو فد معضلة بس لا